أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في اختتام اجتماعات وزراء الخارجية التحضيري أنه تم التوافق على كافة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال قمة الجزاء. ولفت زكي إلى تأكيد مشاركة أكثر من ثلثي القادة العرب في القمة التي ستعقد في الأول والثاني من نوفمبر المقبل. كافه الامور التي تم مناقشتها قد توصل فيها الساده الوزراء الى توافقات توصل فيها الساده الوزراء الى توافقات وبالتالي ان شاء الله الامور المعروضه على القمه بتوافق من الجميع وبموافقه كافه الوفود ونتطلع إلى قمة ناجحة إن شاء الله يوم واحد واثنين من جانبه قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمضان العمامرة إن المشاورات العميقة لاجتماع وزراء الخارجية العرب توصلت إلى نتائج توافقية وأشار العمامرة خلال أعمال اليوم الثاني للاجتماعات التحضيرية إلى أن هذه النتائج تسهل عمل القادة عند عرضها عليهم خلال قمتهم للمزيد معنا من الجزائر الكاتب والباحث السياسي مصطفى برزامة ومن القاهرة مدير تحرير صحيفة الأهرام أشرف العشري مرحبا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك أستاذ مصطفى من الجزائر إذن رمطان العمامرة يقول بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب سمح بالوصول إلى نتائج توافقية ما حجم الاختراقات التي حصلت برأيك؟ اكيد انه تصريح وزير الخارجيه مطلع ممرة كان تصريحا نابع من نقاش كبير جدا وعميق جرى على مستوى البارحه الى الساعات متاخره وحتى اليوم خلال التحضير لمشروع ارضيه النقاط التي سوف سوف تكون على طاوله طاولة القمة العربية التي سوف تكون في الفاتح والثاني من نوفمبر وتكلم وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة عن التوافق الذي جرى حول هذه النقاط وكان نقاش عميق وأكد على أنه كان نقاش عميق جدا وهذا يدل على أنه ما 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 حدث فيها في في خلال يومين اليومين الأمس واليوم هو نقاش حقيقي ونقاش جاد في أرض الشهداء إن صح القول، هذا النقاش ربما كل وزير خارجية للدول العربية أو كل وزير جاء ببعض النقاط وحدث هذا النقاش من أجل التوافق حول القضايا أو مجمل النقاط التي سوف سوف يتضمنها النقاش العربي للقادة العرب الذي سوف يكون في فتح من نوفمبر، وإنما هناك نقاش دار في أروقة قصر المؤتمرات الذي احتضن هذه اللقاءات وهذا يدل على أن الوزراء الخارجية كانوا جدّين في كل النقاط التي تقارب حولها وأظن أن كلمة تقارب هي في حد ذاتها انتصار وكذلك جدية من طرف الوزراء الخارجية العرب دعني أسأل سيد أشرف العشري لأي حد استطاع الوزراء بالفعل تجاوز التباينات خلال هذه القمة مساء الخير أستاذ سامي بكل تأكيد نحن أمام مشهد جديد ربما يكون من النوادر في تاريخ القمم العربية الذي يحدث فيها حاله التوافق بين وزاره الخارجيه لإعداد جدول الاعمال للقاده والزعماء العرب وانا ساحدثك عن تجربه خاصه اننا غطيت منذ عام 88 كصحفي للاهرام عشرات القمم العربيه وكانت نصف هذه القضايا الخلافيه تحال الى القاده والزعماء للبت فيها في عواصم مختلفه حتى ان هذه القمه هذه المره في الجزائر تختلف عن قمه 2005 في الجزائر التي شاركت فيها وكان هناك قضايا خلافيه كثيره احيلت للقادة والزعماء اليوم نحن امام مشهد جديد يبدو ان القادة والز... الوزاره الخارجيه كان لديهم درجه كبيره من الشعور والالمام باننا امام في الاقليم امام تحديات بالغه الاهميه وحاله من السيوله السياسيه وتطورات جيوسياسيه في العالم بعد الحرب الاوكرانيه الروسيه وما أصفر عنها من انعكاسات سلبيه على مسارات الامن الغذائي والطاقه والحروب وايضا حاله التباين في المواقف الامريكيه الاوروبيه من ناحيه مع الصين وروسيا الاتحاديه كل هذه المواقف اعتقد انها شحذت الهمم امام وزاره الخارجيه لاعداد جدول اعمال والبت في 20 قضيه على مدار يومين هذا امر جيد وملفت النظر ويبدو ان الحكومه والاداره الجزائريه استعدت بكثير من الزخم لامكانيه احداث نوع من التوافق حتى تخرج القمه بكثير من النجاحات للعنوان الرئيسي وهي قمه لم الشمل العربي اعتقد كل القضايا المطروحه ال20 بندا اعتقد في ما اشار اليه وزير خارجيه الجزائر رمضان مامرا وايضا كل من حسام زكي وايضا كل مندوب الجزائر في الجامعه العربيه كل الاشارات الوارده في الساعات الماضيه تؤكد ان هناك حاله من الايجابيه في الطرح الجزائري في هذا الشان استاذ مصطفى كان حديث حول مساله التدخلات الاقليميه في المنطقه العربيه اخذت هذه المساله حيز واسع من من النقاش لو تضعنا في صوره ما الذي حصل هنا اكيد انه التدخل الاقليمي في او في اقليم العالم العربي وهو خلق الازمات وانت تدرك اخي العزيز انه الدول العظمى تريد دائما خلق الازمات في العالم العربي وانت تدرك انه هذا العالم العربي الذي فيه كتله ماليه تقريبا الناتج المحلي اللي فوق 2000 مليار دولار وكذلك الخيرات التي يزخر بها العرب من بترول وغاز وخلال الازمه التي اليوم تعصف بالاتحاد الاوروبي و كما ذكر الزميل من من مصر على انه الحرب الروسيه الاوكرانيه وتداعياتها على على العالم وخاصه العالم العربي وانت تدرك انه العالم العربي موجود تقريبا بقرب من ثلاث قارات القاره الاسيويه والقاره الاوروبيه والقاره الافريقيه وهنا نتكلم عن هذه الازمات التي عصفت بالعالم العربي الازمه العراقيه الازمه اليمنيه والسوريه وكذلك الازمه الليبيه وما تمر به لبنان لبنان الشقيقه من ازمه اقتصاديه حاده اظن أن انه تدخل الدول الغربيه التي تريد دائما استغلال العالم العربي واستغلال مقدرات العالم العربي من موقع استراتيجي صح القول موقع جيوسياسي وكذلك تريد هذه الدول دائما تفكيك الدول العربيه لكي تستفرد بها يعني دوله دوله الان ربما أن القاده العرب امام امام التاريخ وامام صنع التاريخ كي توحدوا على الأقل يضعون أرضية مبدئية لكيفية التوحد نتكلم عن الأمن الغذائي والأمن المائي نتكلم كذلك عن الأمن في حد ذاته التي الآن الدول العربية فيها جماعات إرهابية وفيها تقريبا في ليبيا ثلاثين ألف مقاتل غير يعني غير ليبيين إذا أظن أن هذه الأزمات تطرح على طاولة على طاولة قمة القمة العربية في الجزائر وهي الآن قمة جادة اسمح لي فقط في 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 أن العرب اليوم امام صناعه التاريخ ربما 77 سنه الجامعه الدول العربيه لم تستطع ان تقرب العرب ولكن في الجزائر في رمزيه الثوره هي ثوره بالنسبه رمزيه الثوره التحريريه اللي هي الفاتح من نوفمبر والثاني من نوفمبر الان العرب امام ثوره حقيقيه ثوره طيب. من اجل توحيد هذه صوره واضحه نعم. القرب الاقتصادي نعم. هو من نعم نعم سنعود لنقطه الاقتصاد ولكن دعني اسال السيد اشرف فيما يتعلق بالازمات المحيطه بالمنطقه العربيه نتحدث عن ليبيا، عن اليمن، عن سوريا وحتى الفراغ في في لبنان وايضا السودان. يعني الى اي حد بامكان العرب يعني حل هذه الخلافات هذه المشاكل بانفسهم وبالتالي حل هذه الخلافات داخل البيت العربي؟ الى اي حد هناك اليه واضحه لانهاء كل هذه الخلافات والمشاكل يبدو من خلال النقاش عزيزي سامي في مدار يومين وحتى على مستوى وزاره الخارجيه ومن قبل ذلك المندوبين الدائمين يبدو ان القضايا التقليديه كان درجه كبيره من حظوظ التوافق والطلاق والبحث عن علاج جديده للتعاطي معها، لكن دعنا اشير لاول مره هناك ايضا رغبه عربيه في وضع جدول استباقي بيشمل كثير من قضايا تحديات الواقع، ما يعرف باستراتيجيه الامن الغذائي العربي هذه لاول مره توضع هذا البند ويحتل مركز الصداره في اجتماع وزراء الاقتصاد والتجاره ثم وزاره الخارجيه ثم المندوبين الدائمين، يبدو ان العرب مدركين من ان القضايا التقليديه او القديمه تحتاج لاليات جديده للتفاعل لكن لابد ايضا ان يكون هناك مصايره ومغايره لتطورات العصر اعتقد الازمه الروسيه الاوكرانيه ونتج عن ازمه الحبوب والغذاء في العالم العربي وفي العالم كانت سباقه لجعل وزراء الخارجيه والعالم العربي والجماعه العربيه تعد مشروع استراتيجيه ليس فقط لمعالجه الازمه الخاصه الازمه الغذائيه الخاصه بالحرب الاوكرانيه قال الامين العام للجامعه ان ما بعد ايضا الحرب الاوكرانيه لخلق اليه او ديناميه مستدامه لامكانيه توفير الحد الادنى من توفير الغذاء الامن الغذائي العربي من خلال البقعه او الارض او الوطن العربي لامكانيه معالجه القضايا الخاصه بالاقليم والامن القومي العربي والغذاء والمياه وما الى ذلك بالاضافه الى القضايا الخاصه بالتعاطي مع ملف المشروع المصري السوداني في يتعلق بسد ازمه النهضه اعتقد انه قيل انه حدث نقاش معمق وتم التوافق على توفير حاضنه او داعمه او رافعه سياسيه عربيه للموقف المصري والسوداني في المرحله القادمه فيما يتعلق بتطورات هذه القضيه ايضا قضيه قمه المناخ سوف تصرفها مصر هذا العام خلال اسبوع من الان بعد هذه القمه في شرم الشيخ ثم العام القادم في دوله الامارات العربيه المتحده كان لابد من تشكيل ضغط وحاضنه عربيه لكل من القاهره ودوله الامارات العربيه المتحده للتعاطي مع قضيه المناخ طيب وامكانيه صياغه مشهد عربي او موقف عربي يتعاطي مع هذه القضايا بالاضافه ايضا الي قضايا الامن القومي العربي والتدخلات التركيه والايرانيه التي حظيت بنقاش معمق وتم التوافق بشكل جماعي عربي على ضروره ان يكون هناك سياجات حمايه للامن القومي العربي وضروره كف اليد الايرانيه والتركيه عن التدخل في الامن القومي العربي كل هذه القضايا مجتمعه مع تفعيل اليات في القضايا الخاصه بفلسطين واليمن وليبيا ايضا الذي حظيت بكثير من النقاش وقيل وسرب انه سيتم التوافق على تشكيل لجنة عربية لدعوة الفرقاء الليبيين للتعاطي مع الازمة الليبية وتوفير حاضنة عربية للتعاطي والعمل مع اعضاء هذه اللجنة او الفرقاء الليبيين بعد ان فشلت الجهود الامميه والدوليه ومؤتمرات برلين واحد وبرلين اثنين وباريس وباليرمو في ايطاليا وغيرها يبدو ان العرب قرروا اخذ زمام المبادره هذه المره للتعاطي مع هذه القضايا خاصه ان حجم التوافقات في هذه القمه كما قلت هو شيء مقرر غير مسبوق ولاول مره منذ عشرين عاما يتم التوافق على جدول الاعمال برمته داخل اجتماعات ولم يتم ارجاء اي بند القادة الى القاده العرب كما قال السفير حسام زكي كتبت نعم السيد اشرف لم يتم ارجاء اي بند الى القاده العرب يبدو ان هناك اختراق مهم ولكن اعود للسيد مصطفى للحديث حول النقطه الاقتصاديه يعني كان هناك توافق حول ملف الامن الغذائي تفعيل المنطقه الحره تسريع انشاء الاتحاد الجمركي العربي هذه الملفات طويلا تم الحديث عنها في القمم السابقة ولكن إلى أي حد ستكون هناك آلية لتطبيق ذلك على أرض الواقع وبشكل سريع بالنظر للأزمة الأوكرانية وما خلفته من أزمة غذاء عالمية ومشاكل سلاسل التوريد العالمي أكيد عندما نتكلم عن الاقتصاد نتكلم عن التحكم في في مواردنا، والتحكم كذلك في غذائنا، والتحكم حتى في صناعتنا التحويلية على مستوى الدول العربية كاملة، هناك دول محورية في العالم العربي التي يجب أن, أن, تكون أن يكون لها دور كبير جدا؛ السعودية ومصر والجزائر. وبعض الدول الاخرى التي اليوم اصبحت او تركيبة تركيبه الدول العربيه قد تغيرت ليست كالسابق الان اصبحت دول صغيره ولكن لها تاثير عالمي يجب استغلال هذا الشيء الشيء الثاني وهو الحتميه اليوم نحن امام حتميه فرضها علينا نظام عالمي او سوف يتبخر من هذا الصراع الصراع الروسي الاوكراني ان صح القول هو صراع ما بين معسكر الشرق روسيا والصين وكذلك المعسكر الغرب اللي هو الولايات المتحده الامريكيه مع الاتحاد الاوروبي او مع بعض الدول الاوروبيه النافذه وبالتالي اظن انه يجب ان يدرك الان القاده العرب وكذلك الدول العربيه يجب ان تدرك انه الان حان الوقت لكي نستطيع او على الاقل نضع ارضيه تفاهم أو نبدأ في أساس حقيقي على التبادل الاقتصادي لأنه عندما تكون هناك منطقة تبادل للتجارة الحرة أو تكون هناك اتفاقيات اقتصادية أو تبادل اقتصادي أو استثمارات اقتصادية تأتي من الخليج إلى 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 الشمال الإفريقي أو من الشمال الإفريقي تذهب إلى الخليج يكون هناك على الأقل تفاهم اقتصادي وبالتالي بعد ذلك سوف تكون يكون هناك تفاهم سياسي حول مجمل القضايا العربيه وخاصه عندما نتكلم عن القضيه الفلسطينيه التي هي ليست قضيه العرب بل هي قضيه ماضح. العالم باسره شكرا. ولكن تهمنا نحن كعرب وتهمنا لانه في منطقه مهمه جدا اللي هي منطقه استراتيجيه بالنسبه لكل العالم. شكرا جزيلا لك استاذ مصطفى بورزام الكاتب والباحث السياسي من الجزائر، اشكر استاذ اشرف العشري مدير تحرير صحيفه الاهرام من القاهره، شكرا لك.